وحشتني. يا لهوتي، كنت عامل ايه من غيري وانا مش هنا؟ من قايل كداب، تلاقيك كنت داير على حل شعرك. ابدا والله العظيم. آه؟ ما حصلش. يعني ما شوفش الستات خالص غيري؟ خالص، ولا ام عبده. وايه اللي فكرك بيها دلوقتي؟ لا يعني عايز اثبت لك ان انا كنت مخلص خالص يعني. حبيبي بتحبيني يا شرشر؟ صدقت؟ مش قوي. لسه بشك، عايزين نتأكد بقى. الو، حد يكلم الناس في وقت زي ده يا حيوان؟ كلام ايه دي يا استاذ شريف؟ مين؟ لما قصدي يا استاذ المدير، افتكرت حضرتك حيوان تاني. انا اسف يا فندم، اسف جدا. افندم، ازاي يا فندم اجي الشركه دلوقتي؟ ما انا كمان عندي موضوع مهم. موضوع لسه جاي من اليابان. بقولك تيجي يعني تيجي. حاضر فندم، حاضر. اعمل ايه؟ اصل مدير الشركة عايزني دلوقتي. خلاص خلاص اتفضل. غصب عني، حظ الميت قليل البخت يلاقي العظم في الشركة. نعم افندم، وعايز ايه يا استاذ اللي ساكن تحتنا؟ عايز اسكن عندكم. طيب. ليه بس كده يا فندم؟ ده انا عايز اخدم. اديني خدت الاجازه ومن هنا ورايح هطبخ لك كل يوم. قد كده بتحبيني؟ طبعا لازم اغذيك، مش كل يوم بتسهر في الشغل. فعلا. وبتقبض منه؟ لا بدفع. تدفع؟ تدفع ايه؟ قصدي بدفع تعب. بدفع تعب وحرق دم، ولا يعني فكرك يعني مثلا ان انا مأجر شقه ودفعت ايجارها؟ بحسب. وانا وش الحاجات دي؟ خلينا في المهم. ما تفتحيش، مش عايزين حد. وبعدين بقى؟ نعم حضرتك الاستاذ فكري عبد الله؟ ايوه. سياده مدير الشركه عايزك حالا دلوقتي. بس انا لسه بتعشى. انا بتصل بحضرتك من ساعه والتليفون مشغول. يعني اعمل ايه بس يا عالم؟ اخد معايا الحلل في الشركه؟ حاضر. ثبت من المعاينه ان الخزنه اتفتحت مفتاح طبيعي، مفيش اي اثار للعنف. والمفتاح بيكون مع مين؟ انا معايا نسخه وفكري معايا نسخه. مظبوط. وادي النسخه بتاعتي. وانت ما شفتش اللي اعتدى عليك؟ النور كان ضعيف يا بيه. يعني ما خدتش بالك من شكلهم؟ طوال قصيرين؟ لأن عند الله كانوا زي البقى والدول. يا راجل يا ضلالي، انت بتشوف عز الظهر لما هتشوف بالليل؟ طب دول كام؟ تلاتة. ممكن كل واحد منكم يقول لي كان موجود فين وقت الحادث؟ انا كنت نايم في السرير بحلم ونايم بحلم لحد سيادة المدير ما طلبت. أنا يا فندم كنت في السرير مع ماما بتحكي لي حدوتة. وأنا يا عيني لسه همد إيدي عشان أتعشى. اللي سرق الخزنة
كان عارف ان فيها مبلغ كبير. مين غيركم يعرف الموضوع ده؟ دول كاتبين عن السرقة هم. طب اقرا وسمعنا. ليلتنا سودة. استنى استحت ايه؟ بيقولوا الفلوس اللي خدناها متنمرة. متنمرة؟ بيقولوا نمارها في البنك. يعني مش هنقدر نصرفها. امال هنعمل ايه؟ نسيبها في المخزن لغاية القضية ما تموت. جداول ايه اللي كنتوا عاملينها بينكم؟ جداول طاولة. اصل بنلعب طاولة على القهوة. والخطة اللي كنت عايز تبوظها لو ما خدتش حقك. حصل يا فندم بس كنت بتكلم على موضوع تاني. ايه هو؟ مين الست اللي جات المكتب يوم الحادث؟ معرفهاش يا فندم. ازاي؟ مش خطيبتك؟ وبالامانه خلقت توصلها؟ كباسني يا حضرات، اللي سرق الخزنه موجود معانا هنا في المكتب ده. يا فندم احنا ناس مش بنفتح حاجات زي دي. مفيش اي حاجه في المحترمين يعني. ممكن اعرف ايه اللي يخليك تبات في الشركه؟ القرد السنوي يا حبيبتي. يعني هتقعد للسنه الجايه؟ لا 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 ما تقلقيش، كلها ساعه هكون عندك. يا شريف انا قلقانه. طيب مع السلامه. مدام شريف حمدي؟ ايوه انا. اي خدمه؟ معانا امر من نيابه بالتفتيش. ادخلوا. هو ايه اللي حصل يا حضرة الظابط؟ خزنة الشركة سرق منها 50,000 جنيه. انا مش قادرة اصدق انه هيدخل السجن يا هدى. ولا فكري المسكين اللي هياكل عكس 25 سنة. لكن انا متأكدة انه بريء، جوزي بريء يا ام عبده. الطف يا رب، الناس كلها بتخبط كف على كف، محدش مصدق. ميرسي يا ام عبده، انا عارفة انهم مظلومين. مش مظلومين برضو؟ ربنا وحده هو اللي يعلم. حاكم مرة كل مصيبة واحدة ست. شريف صنف تاني غير الرجالة كلها يا ام عبده. كلهم جنس واحد. الراجل منهم ما يصدق مراته تبعد عنه ويجري على السمكة ويقطع ديلها. سمكة؟ سمكة ايه؟ يعرف واحدة ست. شوفي يا استي شوشو، انت خيرك عليا ولا يمكن اسيبك على عماك. شريف يعرف واحدة تانية غير شهيرة؟ امال مأجر شقة يعمل فيها ايه؟ يلعب طاولة؟ جوزي انا مأجر شقة؟ ومستعدة اوريها لك كمان. الله، وانت عرفتي ازاي؟ ما هو مفيش حاجة بتستخبى يا استهودة. مش مهم عرفت ازاي، المهم ان اتحقق بنفسي. تعالي معايا. الله، استنوا خدوني معاكم. لا ده انا لازم الحقه قبل ما يبوظ اخلاق جوزي. يا حبيبي يا جوزي. تبقى مصيبة لو النيابة عرفت ان احنا مأجرين شقة. حاجب مش عايزين نترك اي اثر. انا مستعد اقف قدام 60 نيابة، لكن مراتي لا. دي خيانة يا جدعان. الحمد لله. تاني مش هقوم. شريف شريف مين؟ انت هتوديني بداية؟ انا عمري جيت هنا. انت عايزه ايه؟ احنا قفلنا المكتب وهنسيب الشقه خالص. سعيد الاستاذ شريف موجود؟ موجود يا ست هانم، هو الاستاذ احمد استاذ فكري. فكري؟ امشي انا بقى يا ست هانم، احسن يقولوا عليا خربت بيوت.